السلام عليكم طلبة الأعزاء. في المحاضرة السابقة عرفنا، أخذنا فصل وتعرفنا على تصميم النواظم الهيدروليكية، وعرفنا أنواع النواظم الهيدروليكية وكيف يتم تصميم النواظم الهيدروليكية من خلال معرفة كم عرض المجرى المائي وارتفاعات أبواب النواظم الهيدروليكية المرغوبة فيه وتوفير تصريف معين. فهذا الفصل وهو فصل في وجهة نظر المنظري الهندسي، فصل مبني جيدسي بيتي سبوكتر. So this is very important structure actually, very important chapter actually. So هذا الشابتر راح نتناول موضوع القفزة الهيدروليكية، وما هي ومواصفات القفزة الهيدروليكية بما تشمل من كفاءة القفزة الهيدروليكية، وكذلك طول القفزة الهيدروليكية وارتفاع القفزة الهيدروليكية. الغاية الرئيسية من هذا الغرض من عنده لتوفير منشأ معين لحماية السدود أو النواظم الهيدروليكية من مساوئ أو من ديسادفانتج من القفزة الهيدروليكية. بشكل عام القفزة الهيدروليكية بها disadvantage and advantage، حقيقة بها إيجابيات وبها سلبيات، ويهمني أنه أذكر أنه إيجابياتها أكثر من سلبياتها، لأنه سلبياتها ممكن واحد يقدر يحتويها وممكن يقلل من مخاطرها. فرضا أكيد كلكم تعرفون أنه أغلبية المنشآت الهيدروليكية بها محطات طاقة كهربائية، هذه محطات الطاقة وتوليد الطاقة الكهربائية هي نتيجة القفزة الهيدروليكية. لذلك القفزة الهيدروليكية كثير ما تستخدم، وهي في وجهة نظري أفضل وسيلة وطريقة لتوليد الطاقة. وحسب ما سمعت من بعض الأساتذة حقيقة أنه يعني القفزة الهيدروليكية ممكن يستفاد فيها عملية خلط للمواد الكيميائية كذلك، وبعض منعته يستخدم في فتح بعض الأنابيب المغلوقة، يعني استعدادات لبعض الأنابيب كذلك. والأهم من هذا الموضوع جدا أنه القفزة الهيدروليكية كذلك تستخدم بمن في التوازن المنشأ الهيدروليكي، لأنه حقيقة إذا تلاحظ ممكن أنه ترفع لنا منسوب الماء بجهة الداون ستريم، وبالتالي راح تحافظ على المنشأ الهيدروليكي من الانحياء. لذلك القفزة الهيدروليكية لازم نعرف متى تحدث القفزة الهيدروليكية، هذا سؤال مهم. سؤال كيف نعرف أن هناك قفزة هيدروليكية وهناك غير قفزة هيدروليكية؟ إذا تلاحظ هذا، إذا ناخذ وأخذنا رسم معين، هذا الرسم اللي موجود عاليا عندنا، هذا الرسم إذا تلاحظ أنه Y1 اللي هو هاي القفزة الهيدروليكية اللي بها دوامات. Y1 هو الارتفاع المنسوب المجرى المائي عند البوابات، Y2 هو ارتفاع المنسوب الماء بعد القفزة الهيدروليكية. إذا Y1 هو ارتفاع الماء قبل القفزة الهيدروليكية، Y2 هو بعد ارتفاع الماء بعد القفزة الهيدروليكية. Y1 Y2 هذا الدايميشن هذا كيف جدا مهم، راح يرافقنا خلال هذا الفصل في كل تعريفه. لذلك مهم جدا تعرف شنو هو Y1 وشنو تعرف هو Y2. أعيد أكرر أن Y1 يسمى الـ Initial Depth، أو أكو تسميات أخرى إليه يسمونه الـ Y1 هو الـ Pre-Jump. كذلك Y2 حسب معرفتي البسيطة يسمونه Subsequent Depth، أو هو اللي يسمونه Depth After the Jump، قبل الحضور الجامب، هو الارتفاع المنسوب الماء اللي بعد القفزة الهيدروليكية. جيد، إذا أريد نعرف أنه كيف تحدث القفزة الهيدروليكية، وهذا مهم جدا، القفزة الهيدروليكية تحدث عندما ينتقل الجريان، ينتقل الجريان أو الفلو من سوبر كريتيكال إلى سب كريتيكال. ينتقل الجريان من السوبر كريتيكال والجريان الرعن أو الجريان القوي جدا إلى جريان هادئ سب كريتيكال، جريان هادئ اللي هو Y2.
هذا إذا حدث، إذا انتقل أو حدثت هذه الحالة، فبالتالي ممكن نطلق أن هناك هايدروليك جار. هذا طبعا يحدث حاليا، يحدث كثيرا عندما تكون عند فتح البوابات، تتغير الجريان، يتغير السرعة. هذا يؤدي على الأغلب عندما تكون الفتحة البوابات هنا صغيرة جدا أو قليلة أو بارتفاع قليل جدا، ممكن السرعة تكون سريعة جدا، وبالتالي هذا راح يزيد من إمكانية حدوث القفزة الهيدروليكية بعد البوابات. لذلك ينصح كثير من الإنشاءات الهيدروليكية أنه يتم عمل إنشاء منشأ هيدروليكي بعد البوابات على مود يحتوي هذا القفزة الهيدروليكية، أو ممكن يبدد الطاقة اللي هي تنتجها القفزة الهيدروليكية. لذلك توفير منشأ هيدروليكي مهم جدا بعد الأبواب، سواء كانت في المواظف أو كانت هناك في السجود كذلك. نجي يمكن أنا شرحت وقلت أنه يحدث هذا، ملاحظة مهمة جدا، القفزة الهيدروليكية تحدث عندما ينتقل الجريان من سوبر كريتيكال. راح نجي نعرف شنو هو السوبر كريتيكال، اللي هو يكون عنده المؤشر المهم جدا يسمونه الفروت نمبر FR1، اللي هو أكبر من واحد، إلى سب كريتيكال فلو، إلى جريان هادئ جدا، واللي يسمونه الفروت نمبر اللي هو أقل من واحد، then the jungle fall. So if the flow rate moves from the supercritical flow, which is the fruit number greater than 1, to the subcritical flow, fruit number of 2 less than 1, then the jungle will fall. So this is very important note. So that لاحظ أن أنا راسمه في شكل بسيط جدا، أنا انتقل من supercritical إلى subcritical. راح نجي نعرف شنو هو، شلون نعرف أن هذا subcritical flow، أو شنو هو، وشلون نعرف هذا subcritical flow، أو هذا super أو subcritical. يجي الفروت نمبر 1، الفروت نمبر 1 اللي هو الفروت نمبر معناه V over تحت الجذر GYH. ال V اللي هي الفيلوسيتي، ال G هو التعجيل الأرضي، وال Y اللي هو الهيدروليك ديف أو العمق الهيدروليكي. هذا هو المعادلة الفروت نمبر التي تحسبها، لازم عندك فيلوسيتي الهيدروليك ديف العمق الهيدروليكي، وعندك التعجيل الأرضي في نفس الوقت. نجي الهيدروليك ديف، الهيدروليك ديف طبعا يختلف من قناة إلى قناة، طبعا يعتمد على نوع القناة المستخدمة ما بعد المنشأ الهيدروليكي. فإذا كانت القناة مستطيلة، إذا كانت القناة مستطيلة، وبالتالي there is no side slope، يعني ماكو هناك سلوب، ماكو سلوب هنا، لا يوجد سلوب، فبالنتيجة الواي اتش راح يكون متساوي على الأبعاد، يكون متساوي ثابت، يعني ثابت على عرض المجرى المائي. هذا هو إذا كانت قناة مستطيلة. أما إذا كانت قناة شبه منحرفة، يعني القنوات المفتوحة أو القنوات الأخرى دائرية، فدائما الواي اتش، الواي اتش هو عبارة عن A over T. واحنا اخذنا معادلة مانينج سابقا، وعرفنا شنو الـ A الكروس سكشن اريا مالته، اللي موجودة بالمجرى المائي اللي تشبه المنطقة اللي بها الماء، وعرفنا انه شنو الـ T. الـ T هو هذا العرض اللي موجود عندنا، فهو تقدر تطلع على الواي اتش العرض اللي موجود عندنا. فهذا يختلف، لازم تعرف انه شنو بالسؤال شرح يذكرك، اللي هي ركتانجلر أو هو شبه منحرف. هذا فيما يخص العمق الهيدروليكي. إذا ريت تعرف الفروت نمبر، لازم تعرف الفلوسيتي، لازم تعرف الواي اتش. الفروت نمبر سبق وين قلنا الفروت نمبر، إذا كانت الفروت نمبر أكبر من واحد، وبالتالي عندنا سوبر كريتيكال، والسوبر كريتيكال هو الجريان القوي جدا، والجريان اللي يحتمل المواصفات التالية.
المواصفات يكون إن high velocity سرعة عالية جدا and low depth وعمق قليل جدا. يعني في المنطقة هذه، في المنطقة هذه اللي هي قريبة من الأبواب النواظم أو تحت النواظم مباشرة، فدائما إذا كان الديف قليل جدا، الديف أو ارتفاع البوابات قليل جدا، وبالتالي حاصل تحصيل راح تكون السرعة عالية جدا. هذه هي وبالتالي راح يكون عندنا يتوفر شرط السرعة. وإذا كانت عندنا حالة أقل من واحد، وبالتالي sub critical اللي هو مواصفاتنا low velocity، فالحالة تشمل Y2 راح تكون عندنا low velocity and high depth. يعني حتى في هذه المنطقة إذا كان المنسوب، إذا كان الديف عالي كلش، ارتفاع كل الأبواب فاتحة على مفتوح الأبواب، وكانت الديف عالي جدا أو قيمته كلش كبيرة، وبالتالي السرعة راح تكون قليلة جدا، وتوفر عندنا الشرط اللي هو صب كريتيكال اللي هو جريان الحادي، وقيمة واحد فهو جريان الحرج. جريان الحرج. إذن إذا أريد نعرف أن هناك قفزة هيدروليكية، يجب أن نعرف أنه يجب أن ينتقل الجريان من سوبر كريتيكال فلو إلى ينتقل إلى صب كريتيكال فلو. وهذا شلون نعرفه؟ عن طريق الفلويد نمبر. شلون نعرف الفلويد نمبر؟ عن طريق المعادلة التالية اللي هي عبارة عن velocity على g over h. قلنا أرجع أذكر، الهيدروليك ديف يعتمد على شكل القناة اللي موجودة، إذا كانت مستطيلة فهو ثابت، وإذا كان شبه منحرف حسب العمل التالي. هذا الشكل الثاني اللي موجود حاليا، تخيل أنه هذا هو هذه هي الأبواب، هنا هي الأبواب موجودة، فهذا الفرود نمبر أكبر من واحد، فهي Y1 هذا سوبر كريتيكال، ينتقل إلى الفرود نمبر 2 اللي هو أقل من واحد، ترى هذه هي الواي 2. هذا رسم ثاني توضيحي لمعرفة أن هناك قفزة هيدروليكية أو لا توجد قفزة هيدروليكية. ننتقل للعلاقة، شنو هو الواي 1 وهو الواي 2؟ هاي علاقة مهمة جدا لازم نعرفها. خلينا نتناولها حاليا بالمعادلات التالية. هي طبعا هاي العلاقة حسب ما معروفة هي momentum equation، هي مشتقة من معادلة الزخم. العلاقة لازم نعرف العلاقة، ما هي العلاقة بين الواي 1 والواي 2؟ العلاقة هناك المعادلة مشتقة من هذه من معادلة الزخم، عبارة عن واي 2 على واي 1، هذا الواي 2 على واي 1 يساوي 0.5 تحت الجذر 1 زائد 8 فوق نمبر 1 مرفوع أس التربيع ماينس 1. هذه معادلة مهمة جدا، هذه المعادلة يجب أن تحفظ في لاجل خاف تحتاج للامتحان. نجي الواي 2 على واي 1، هذا اللي يفترض أنه هاي المعادلة طبعا أكيد راح يكون عندك الواي 1 هو معرف والفرود نمبر هو معرف، وبالتالي تقدر تحسب الواي 2 مهم جدا. راح اقول لكم ليش رئيسي نحسب الواي 2. اذا عرفت الواي 2 راح نعرف في نفس الوقت الفرود نمبر، وتعرف الفرود نمبر في نفس الوقت راح نقدر نقارن بين الفرود نمبر 1 والفرود نمبر 2، نعرف نوع الجريان، وبالتالي نعرف ان هناك قفزه هيدروليكيه او ما توجد قفزه هيدروليكيه. في حالة ملاحظة مهمة جدا أنا حبيت أن أذكرها هسه، إذا كان هناك في بعض الأحيان، في بعض الأحيان بهذه المعادلة كان هو المجهول الواي 2، لكن إذا كانت المعادلة مجهولة، مجهول هو الواي 1، لازم تقلب المعادلة، لازم نقلب المعادلة، يصبح الواي 1 فوق والواي 2 جوا، وتتعوض بدل الفرود نمبر 1 هنا يصير الفرود نمبر 2. يعني في حالة، في حالة عندنا توفر، توفر الواي 1 والفرود نمبر 1، نريد نستخرج الواي 2 نستخدم هاي المعادلة. لكن في حالة ردنا نحسب الواي 2 الواي 1 العفو اللي هو هذا واي 1، وبالتالي لازم نقلب هذه المعادلة فيصبح واي 1 على واي 2، في نفس الوقت لازم الفرود نمبر 2 خلي بهذا المكان، وبالتالي نقدر نحسب. هذه كذلك ملاحظة مهمة جدا، هذه واجبة.
هذه في حالة إذا أرجع أكرر من جديد، إذا تعرف أن هناك قفزة هيدروليكية أو لا، لازم تعرف الفلويد منبع، وهذا هو القانون الفلويد منبع. لكن في حالة أنت ما عندك فلويد منبع، شو راح تحسب هذا؟ شو راح تحسب؟ كذلك عندنا بعض المعادلات ممكن أن نعرف هناك قفزة هيدروليكية أو لا. هذه المعادلات مهمة جدا. إذا ما متوفرت عندنا الفلويد نمبر يعني بالمعادلة، فلازم نستخرج الكنترول سيكشن. الكنترول سيكشن هو يطلق عليه واي سي، واي سي يعني في القنوات المستطيلة، بالقنوات المستطيلة في القنوات ذات الكروس سيكشن ريكتانجولار، سو يو هاف تو كالكوليت ذا واي سي فروم ذيس ايكويشن. سو ذيس ايكويشن ايكوال تحت الجذر التكعيبي يو سكوير اوفر جي. هذا إذا واي سي، هذا هي معادلة استخراج معادلة استخراج الكنترول سيكشن عند القنوات اللي تحتوي على المقاطع المستطيلة، المقاطع المستطيلة اللي ذكرناها سابقا. نحسب الواي سي من خلال المعادلة التالية. طبعا إذا طلع عندنا الواي سي اللي هو الكنترول سيكشن ديف، هذا الواي سي أكبر من الواي 1 قلنا إذا جمب والفور، يعني معناها اكو قفزة هيدروليكية. اعيد من جديد، اذا تريد تعرف اذا ما متوفر عندك الفلويد نمبر بالحسابات، بالحسابات لكن ممكن تحسب عن طريق، ممكن تعرف ان هناك قفزة هيدروليكية من خلال الكروس سكشن. كروس سكشن معادلته واي سي لهذه المعادلة الحالية. لازم نقارن، نستخدم طريقة المقارنة عن طريق بين الكروس سكشن والواي 1. بالتالي إذا واي سي أكبر من واي فمعناها أكو قفزة هيدروليكية. وإذا كان نان ريكتانجلر سكن، القنوات الأخرى اللي هي ليست مستطيلة شبه منحرف، أي قناة أخرى، فنستخدم المعادلة التالية اللي هو كيو سكوير أوفر جي، اللي هو التصريف على التعجيل الأرضي، أي تكعيب الكروس سكشن أريا اللي أنا ذاكرها سبق اللي هي أي على تي. أي هي معادلة بواسي، هذه معادلة يمكن ذاكرها في الفصل السابق اللي هو بي واي سي زائد زد واي سي سكوير، هذه هي الأي، والتي هي بي زائد تو زد واي سي، والزد هو المين والواي سي هو العنصر المجهول هنا. فبالتالي راح تلقى هنا واي سي، راح تلقى واي سي هنا، تراي اند ايرور راح تقدر تطلع واي سي. وبالتالي لازم تقارنه ويا من، وقارنه ويا واي 1. بالتالي إذا واي سي أكبر من واي 1 معناها هناك قفزة هيدروليكية. راح أرجع أكرر هذا المثال من قبل بشكل سريع جدا، إنه لمعرفة إن هناك قفزة هيدروليكية لازم الجيران ينتقل من سوبر كريتيكال إلى سب كريتيكال. شلون نعرف عن طريق، شلون نعرف هذا سوبر كريتيكال؟ لازم نعرف الفلويد نمبر، الفلويد نمبر حسابات V over G y H. الفلويد نمبر إذا أكبر من واحد قيمته معناها هذا سوبر كريتيكال، كان الفلويد نمبر أقل من واحد معناها سب كريتيكال. إذا الحالة عندنا طلعت الفلويد نمبر انتقلت من سوبر كريتيكال إلى سب كريتيكال، فمعناها أكو قفزة هيدروليكية. لكن افرض في بعض الحالات إنه هذا ما طلعت لك سوبر كريتيكال، طلعت لك سب كريتيكال. إذا سب كريتيكال إلى سب كريتيكال فمعناها ماكو قفزة هيدروليكية. المحتمل عندك سوبر كريتيكال هنا، سب كريتيكال هنا، وسوبر كريتيكال هنا، يعني بالعكس. قال أبداً ما تحصل قفزة هيدروليكية. لازم يتحقق شرط عندك، هو شرط من سوبر كريتيكال إلى سب كريتيكال. عن طريق من؟ عن طريق حسابات الفلويد نمبر. لكن نفترض إنه ما عندنا قيمة الفلويد نمبر في الحسابات، بالتالي نلجأ لطريقة المقارنة بين المقارنة في الأبعاد، وهي مهمة جداً. المقارنة قلنا شلون نستخرج المقارنة؟ عن طريق حساب الواي سي. طبعا يعتمد على الكروس سكشن، الكروس سكشن مالت الكروس سكشن مالت القناة. اذا كان الواي سي، اذا كان الواي سي بالنسبة للريكتانجلر بتنحسب بالطريقة التالية، كيو سكوير اوفر جي. وبالنسبة لغير المقاطع الغير المستطيلة فيحسب عن طريق المعادلة التالية. صارت واضحة هذه؟ أي سؤال أخوان رجاءً أرسلوا أي رسالة
سواء على الخاص أو عن طريق جوجل كلاس روم، يعني ممكن تطلبوا على هذا. طبعا احنا اخذ مجموعة الامثلة على ما توضح لكم هذه كيفية حساب مواصفات القفز الهيدروليكي وكيف هي تحدث لما تحدث القفز الهيدروليكي. ارجع بس اذكر مهمة جدا انه السوبر كريتيكال والسب كريتيكال بها مواصفات مهمة جدا تخليها في بالك. السوبر كريتيكال دائما سوبر كريتيكال دائما تكون هاي فيلوسيتي لو ديف، وسب كريتيكال تكون عندك لو فيلوسيتي او هاي ديف. هذه ملاحظات مهمة لازم ناخذها بعين الاعتبار. ننتقل لموضوع موضوع مهم جدا، موضوع انواع القفز الهيدروليكي. طبعا انت من عرفت الفرود نمبر، على سبيل المثال احنا بالاوبشن الاول انه عرفت الفرود نمبر عن طريق المعادله التاليه، فتريد تعرف شنو هي انواع القفز الهيدروليكي، مجموعه انواع القفز الهيدروليكي، على اعتبار انه اكو قفز هيدروليكي. القفز الهيدروليكي تقلق حسب الجريان من السوبر كريتيكال فلو الى سب كريتيكال فلو، هذا معناها بقفز هيدروليكي. لذلك نريد نعرف انواعها. هذا انواع عن طريق من؟ عن طريق الفلويد نمبر 1 وليس فلويد نمبر 2، خلي في بالك فلويد نمبر 1، يعني تدرك لزين اكو فلويد نمبر 1 وفلويد نمبر 2، فبالتالي حساباتي يعتمد على الفلويد. فاذا اريد اسال شنو نوع القفز الهيدروليكي لازم عن طريق اللي تحسب الفلويد نمبر 1 عن طريق المعادله السابقه، وبالتالي تقارنها بالجدول التالي. إذا كانت الفلويد نمبر 1 واحد سبق وشرحناه معناها نو جاب، اتس جاست بريجر، إن هي ما في قفزة هيدروليكية بس هي حرجة، بس هي حرجة. هذا الفلويد نمبر 1. إذا كانت القفزة الهيدروليكية من 1 إلى 1.7، يعني نقصد 1 هنا يعني 1.01، يعني تجاوزت مرحلة الواحد إلى 1.7، فمعنى انجلرر هذا، انجلرر هذا جام، معناه هاي قفزة متموجة، تسميها قفزة متموجة. وإذا كانت من 1.7 7 1 يعني أكثر من القيمة هاي الموجودة إلى 2.5 يسمونها ويك جام، يسمونها قفزة ضعيفة، قفزة ضعيفة. كذلك إذا عندنا قفزة هذا المفروض نمبر قيمته من 2.5 إلى 4.5 اوسيليتنج جامب، هذا قفزة اللي يسموها قفزة متذبذبة. هذا اللي لوس انرجي ذيس جامب ايكوال 17 الى 45 اوت اوف 100، يعني اكو هنا فقدان بالطاقة ما يقارب من 17 الى 45%، راح تفقد هذا الطاقة. كذلك عندنا من 4.5 الى 9 معناها ستيدي جامب، يعني قفزة ثابتة. هذا فقدان المنطقة راح تكون من 45 إلى 70%. وأخيرا اللي هي الفرود نمبر أكبر من 9 راح تكون قفزة كلش قوية هنا، وبالتالي راح يكون هناك فقدان المنطقة ما يقارب 80%. هذا الرسم بسيط جدا وواضح جدا. إذا قبل ما ننتقل للرسم أنا أتذكر من جديد أنواع القفزة الهيدروليكية، إذا تريد تعرفها لازم تحسب الفلويد نمبر 1 والنمبر 1 والفلويد نمبر 1 على حسب المعادله اللي موجوده عندنا بالاول. وبالتالي عندك الفلويد نمبر 1 قيمته من 1 الى 9 نقدر نعرف انواع القفز الهيدروليكي. هذا الشكل اللي موجود عندك، هذا الميل الاب ستريم وهذا هو الداون ستريم. اذا كانت الابواب فتحه الابواب الموجوده قليله جدا، الفلوس راح تكون عالية جدا، بالتالي راح يكون عندك سوبر كريتيكال هنا، راح تكون عندك لوب هنا موجودة، راح تبني قفزة هيدروليكية على ما يكون لها سب كريتيكال، سوبر كريتيكال إلى سب كريتيكال. هاي المعادلة لا تذكرون الواسي حسبناها في كوبيتس بوجير المرفوعة على 1 على 3، هاي المعادلة عندها عندما تكون الفرود نمبر ما متوفر، حتى إذا تلاحظ هو هذا القفزة الهيدروليكية. القفزة الهيدروليكية خطرة جدا وقوية في نفس الوقت، لذلك ينصح انه يفترض انه يتم تصميم منشأ يحتوي على القفزة الهيدروليكية اللي هو بعد الأبواب.
عندنا بعض المواصفات المهمة جدا، بعض المواصفات المهمة جدا للقفزة الهيدروليكية، راح اتناول طولها واتناول ارتفاعها، وفي نفس الوقت الافشنسي او الهيدروليك كفاءتها مهمة جدا في الحرارة. طول القفزة الهيدروليكية هذا معادلتها سهلة جدا، اللي هو the length of the hydraulic jump equal 5 to 7 y2 minus 1. يعني اختار من قيمة 5 إلى 7 في y2 minus 1، هذا هو قيمة القفزة length of the hydraulic jump. أما فيما يخص المواصفات العراقية، على أغلب يأخذون قيمة 6.9 تنظرف في الواي 2 ماينس 1، وبالتالي تقدر تعرف طول القفزة الهيدروليكية. إذن هي معادلة بسيطة جدا، مجرد أنه تحصل على نواتج الواي 1 والواي 2 تقدر تعرف طول القفزة الهيدروليكية. ثانيا، إذا تريد تعرف the height of the hydraulic jump، هذا مهم جدا، ارتفاع القفزة الهيدروليكية. هذه القفزة الهيدروليكية ارتفاعها، لو توصل هذه القفزة الهيدروليكية هو بس الطول، فبالتالي لازم نعرف أن الهيدروليك عبارة عن y2 minus 1 plus y2 minus 1. So this is so we have the specification of hydraulic jump, the length of the hydraulic jump. So first we have to calculate the length of the hydraulic jump, and then we have to calculate the height of the hydraulic jump. So if you ask me the question, what is the specification of the hydraulic jump? So you must calculate the length of the hydraulic jump and the height of the hydraulic jump. Also, we need to calculate the efficiency of hydraulic jumps. يعني كفاءة القفزة الهيدروليكية، وهي مهمة جدا. هسا عندنا طول القفزة الهيدروليكية، عرفنا شلون نحسبه من خلال المعادلة التالية، معادلة مهمة جدا، وارتفاع القفزة الهيدروليكية من خلال المعادلة التالية. كذلك عندنا كفاءة القفزة الهيدروليكية مهمة جدا، ممكن حسابها من طريق المعادلة التالية. القفزة الهيدروليكية عبارة عن يرمز لها بإيتا، هاي المعادلة، واللي تساوي إي 2 على إي 1. إي 2 اللي هو احنا معرفة بسبيسيفيك إنرجي، أو يسمونه الطاقة النوعية الثانية والطاقة النوعية الأولى، وهذه هي كيفية حساب كفاءة الهيدروليك. طبعا اذا تريد تعرف شلون نحسب الاي 1 والاي 2 فهي هذه المعادله. الاي 1 عباره عن واي 1 اللي هو العمق اللي موجود عندنا حسب ما في الرسم الموجود، هذا هو واي 1 وهذا هو واي 2. هذا احنا عندنا نعرف ان الاي 1 عباره عن واي 1 زائد بي 1 سكوير اوفر 2 جي. فيما يخص السبيسيفيك انرجي افتر ذا جمب اللي هو واي 2 زائد الفيلوسيتي سكوير على 2g، لما توفر عن الاثنين تقدر تعرف على ايتا، وتعمل لما نعرف الاشياء الهيدروليك هيدروجين. كذلك عندنا مهم جدا تعرف انه اذا تريد تعرف معادله ثانيه كذلك معرفه ايتا، هي عباره عن اي 2 عباره عن اي 1 ماينس دلتا اي ماينس دلتا اي. دلتا اي اللي هو اللي احنا نسميه انرجي ديسيبيتد، انرجي ديسيبيتد اللي تساوي اي 2 ماينس اي 1، وهذه الانرجي ديسيبيتد لها وحدات خاصه، وحدات نيوتن متر بير نيوتن، او ممكن تستخدم وحده الكيلوغرام لكل متر على كيلوغرام، هاي وحده الانرجي ديسيبيتد. اما تريد تعرفها اذا تريد تقدر تحسب الدلتا اي، ممكن نعوض بهذه المعادله، وممكن نقدر نعرف كفاءة القفزة الهيدروليكية. إذن عرفنا هسه بهذه المحاضرة طبعا بنفس الوقت كفاءة الانرجي ديسيبيتد نقدر ممكن تنحسب بمعادلة ثانية، لكن فقط بمن بالقنوات ذو مقطع ريكتانجلر شانل، الاي دلتا اي تساوي واي 2 ماينس واي 1
مرفوعة للجذر التكعيبي على 4 y1 y2. هذه هي دلتا اي. إذا عرفتنا دلتا اي إذا نعرف الانرجي ديسيبيتد اللي هي قيمتها تطلع بوحدة نيوتن متر أوفر نيوتن أو كيلوغرام متر للكيلوغرام. ممكن هذا تعوضها بالمعادلة التالية، ممكن نستخرج الافشيه. يعني إذا لا تلاحظون إحنا في هذه هذا الشرح عرفنا ما هي specification هي المواصفات القاتلة الهيدروليكية، طولها وارتفاعها، وفي نفس الوقت كفاءتها كفاءتها القاتلة الهيدروليكية. حاليا ننتقل، قبل ما انتقل للسؤال احاول استرجع المعلومات بشكل سريع جدا عشان تكون عندك واضحه وسهله. نجي ننتقل الى موضوع مهم جدا، وهو موضوع اذا شرح مالتنا ما هي القفزه الهيدروليكيه. يعني القفزه الهيدروليكيه دائما تحدث عند الابواب، بعض الابواب عندما تكون هناك على الاغلب جريان بسرعه عاليه جدا ثم ينتقل الى جريان هادئ، وده بيحتوي القفز الهيدروليكي. شلون تعرفه؟ عن طريق اول طريقه عن طريق الفرويد نمبر. اذا كان الجريان ينتقل من سوبر كريتيكال الى سب كريتيكال، بالتالي راح يكون عندك هناك قفز هيدروليكي. سوبر كريتيكال على الاغلب الفرويد نمبر مالته اكبر من 1، والسب كريتيكال الفرويد نمبر مالته اقل واحد. وفرود نمبر 1 من نحو مواصفات السوبر كريتيكال والسب كريتيكال شرحناها اكثر من مره. حساب الهيدروليك ديف هو يعتمد على الكروس سكشن مال الشانل الموجوده بعد النواضع. هناك علاقه بين الواي 1 والواي 2 في نفس الوقت. هاي العلاقه مهمه جدا في كثير من الاحيان في تحسب المفروض نمبر 2 المفروض نمبر 2، وبالتالي تحتاج انه تستخرج الواي 2. فاكيد عندك الواي 1 والمفروض نمبر 1، وبالتالي تقدر تحسب الواي 2 بشكل سريع جدا. وبالتالي تقدر تقارن المفروض نمبر 1 مع المفروض نمبر 2 على ما نعرف انه هذا اكو قفزه هيدروليكيه ولا قفزه هيدروليكيه. في بعض الاحيان في بعض الاسئله المفروض نمبر 1 يكون هو المجهول، بالتالي تنقلب البسط على المقام فينحسب بالطريقة التالية. إذا بالسؤال ما قدرنا نحسب الفرويد نمبر لكن عندنا مجهول، فنستخدم معادلة المقارنة بين الأبعاد، المقارنة بين الأعمال عن طريق الكروس سكشن واي سي. هذا الكروس سكشن معادلة بالتالي بالطريقة التالية. عند الكروس سكشن عندما تكون عند قنوات مقطع مستطيل، بالتالي إذا واي سي أكبر من 1 راح تحدث القفزة الهيدروليكية. وإذا كان هناك مقاطع غير مستطيلة نستخدم المعادلة التالية. أنواع القفزة الهيدروليكية مهمة جدا تعرفها، يعتمد على فرود نمبر 1، يعتمد على فرود نمبر 1 هذا مهم جدا، وهذا شرحناها وقلنا الفرود نمبر هو ينتقل من 1 إلى قيمة 9 من لا توجد قفزة إلى قفزة هيدروليكية قوية جدا. قلنا مواصفات القفزة الهيدروليكية، قلنا لازم نعرف مواصفاتها. مواصفاتها عندنا طولها مهم جدا، ارتفاعها، يعطيك تصميم منشا هيدروليكي. بعد النواظم بعد الابواب لازم تعرف طول القفزه الهيدروليكيه. طبعا التصميم مهم جدا خلال محاضرات سابقه ما راح نتناولها بهذه المحاضره. بالتالي طوله مهم جدا، وارتفاع القفزه الهيدروليكيه مهم جدا، كذلك كفاءه الافشيه والهيدروجين مهم جدا، وهي شرحنا بالمعادلة التالية. سواء تريد تستخدم هذه المعادلة أو تعوضها بالمعادلة التالية ممكن نعرفها. كذلك عندنا مهم جدا الـ Energy Dissipated، الطاقة المبددة اللي هي تستخدم إما بالمعادلة التالية إما عن طريق المعادلة اللي شرحناها. خلينا ننتقل للسؤال. هذا السؤال بسيط جدا وسؤال مهم في نفس الوقت. Example if the sluice اللي هي إذا كانت الأبواب is open، إذا كانت الأبواب مفتوحة، والمي مع سرعة معينة يعني المي يتدفق بسرعة. هنا فقط نذكر رقم معين أنا ناسيه، هنا يفترض أكو 6 هنا
6 متر بير سكند. 6 متر هو عمر قدرتكم بالمحاضرات، فهذا اللي كنتم تضيفونه، يعني معناه عندي الفيلوسيتي هي معربة. إذا كانت السرعة، إذا كانت السرعة 6، طبعا هذا يقول لك عند تدفق الماء، يعني عند تدفق الماء، نقول عند تدفق الماء يعني هنا في منطقة الواي 1، من عندي الفيلوسيتي هنا مهمة جدا. في نفس الوقت فيلوسيتي من عندي العمق اللي هو بوينت نص، معناها عند السرعة هنا معناها سرعة موجودة هنا، في نفس الوقت عندي الواي اللي هو بوينت نص اللي هو واي 1 بوينت نص متر. احسب اذا اكو هناك، اذا كانت هناك هيدروجين او ما، يعني هنا هناك تشكل القفز الهيدروكي او لا. في نفس الوقت نريد نحسب الدلتا اي اللي هو الانرجي ديسبيتد اللي هو الطاقه المتبادله. من هذا المثال عندك عند الفيلوسيتي وعندك الديبث، عندك واي 1 عند منطقه اللي بها الابواب المعظم او ابواب السلوك. الحل على اعتبار عندنا ما عندنا متوفر الفرود نمبر، سبق عندنا طريقتين، يا اما مقارنه بين الابعاد يا اما باستخدام الفرود نمبر. فهنا بهالمعادله هاي اقدر استخرج الفرود نمبر. بنفس الوقت انه هاي القنوات هاي من خلال الشرح التالي اعرف انه القناه هي مستطيله وليس شبه منحرفه. لو شبه منحرفه كان قال لي اكو سلوب سايد سلوب، كان اقدر اعرف انه شبه منحرفه. لكن بهذه القنوات معناها هذا ركتانجل، انا ما ذكر اي سلوب، وبالتالي ممكن اقدر استخدم المعادله في الفرود نمبر. الواي هنا هي 1.5، وبالتالي اذا اريد استخدم الفرود نمبر، هاي الفرود نمبر واي هي البوينت نص، وجي عدت الفيلوسيتي واقدر اطلع الفرود نمبر 1 بكل سهوله. لكن المشكله وين عندي؟ المشكله كيفيه حساب الفرود نمبر 2. الفرود نمبر 2 يحتاج عندي واي 2 هي اساسا ما موجوده عندي، وبالتالي لازم نستخدم الطريقه الثانيه، طريقه المقارنه بالكروس سكشن، مقارنه بين الدير. المعادله سبق وان ذكرنا، اذا اتذكركم هذا هو الواي سي، نخليها عند ساعتين هنا على مود الموقع. هذا الواي سي حسب المعادلة Q over G تحت الجذر التكعيبي أو الجذر التربيعي. الـ Q عبارة عن V times Y، تالي Q عندك 6 متر بير سكند في بوينت نص، نريد أن نعرف قيمة الـ Q هنا. هذا التصريف بوحدة عرض واحدة، بالتالي نقدر نعرف من مدى التكعيب بير سكند متر، هذا هو الـ Q. إذا من خلال المعادلة التالية نعوض بقيمة الـ Q، وعندنا G نقدر نعرف قيمة الـ Y C. إذا تلاحظ أن قيمة الـ Y C هي 0.972 اللي أكبر من Y 1 اللي هو 0.5، بالتالي هو أكبر معناها أقوى قفزة هيدروليكية. إذا Y C أكبر من أول معناها أقوى قفزة هيدروليكية. هذا هو الحل بالشطر الأول للسؤال. لكن في نفس الوقت نحتاج أن نحسب الطاقة الانرجي ديسيبيتد هي دلتا اي. دلتا اي إذا تتذكرون معادلته تقدر تحسبها بالطريقتين. القنوات المستطيلة لا تتذكرون هاي دلتا اي. القنوات المستطيلة على اعتبار ان احنا قناة مستطيلة، مجرد ان اعوض واي 2 ماينس واي 1 بعد 3 4 واي 1 واي 2 نقدر نطلع دلتا اي نيوتن متر بير نيوتن، ونقدر نحسب على المعادلة التالية. هذه المعادلة على اعتبار انه واي 1 متوفرة لكن واي 2 مو متوفرة، لازم نطلع الواي 2. شلون نطلع الواي 2؟ عندنا شرحنا العلاقة المهمة بين الـ Y1 والـ Y2 التالي. هاي هي العلاقة بين الـ Y2 والـ Y1.
الثانية إذا تريد تعوض إنها واي 1 واي 2 بلس 1 زائد 8 فود نمبر 1 ناقص 1. فود نمبر 1 سهل جدا حسابك المعادلة التالية يوصل دي في واي دي واي هذا الرقم هو واي نص ونص تقدر تستخرج يعني تقدر تستخرج واي 2 1 بلس 6 7 5 يعني دلتا اي سهل حسابك المعادلة التالية. صار عندنا واضح انه الواي 1 والواي 2 نقدر نستخرج الدلتا اي بالطريقه التاليه. كذلك بامكاننا نستخرج الدلتا اي عن طريق اي 2 ماينس اي 1 وكله سهل. اي 1 هاي معادلته واي 2 هاي معادلته هنا وبالتالي اذا طبقها يفترض تطلع النتيجه اللي هي سهله. الطريقه الثانيه حساب الدلتا اي يا اما عن طريق الاي 2 ماينس اي 1 عوض قيمة E2 هاي E2 اللي تعتمد على Y2 في نفس الوقت E1 اللي تعتمد على Y1 ونقدر نستخرج القيمة التالية ويفترض ان النتائج تكون نفسها وهذا اعتبره هوم ورك لكم وجربوا النتيجة بيناتكم واعتقد ان النتيجة بتختلف على ما كان نفسها. ننتقل للمثال الثاني. المثال مهم جدا خلنا نقرأ. هذه حاليا عندنا قناة مستطيلة ذاكر لكم هذه قناة مستطيلة عرض 3 متر تحمل مي بمعدل 13 متر مكعب بير سكند هذا اللي تصنف معنا في الموجود. عند نقطة معينة كانت القناة تغيرت من سلوب 1.6 1 إلى 60 إلى 1 إلى 600 إلى 1 إلى من 1 إلى 60 إلى 1 إلى 600 هي بالطول هذا سهل هذا الاستيرب الموجود. بالتالي لازم نعرف انه هناك قفزه هيدروليك او قفزه هيدروليك. هذه الطريقه افضل طريقه لمعرفه انه هناك قفزه هيدروليك مع تناقض معادله مانك اخذناها بالمحاضرات السابقه. اذا تتذكرون المعادله هي عباره عن 1 على n اللي هو بالشابتر اللي موجود بالديزاين اوف ذا ريجوليتر هيدروليك ريجوليتر. فكانت المعادله 1 على n R مرفوع 2 على 3 في S مرفوع للنصف في الكروس سكشن A وممكن احنا نعوض على المقدار الـ N اللي هو الـ O 15 اللي هو فاكتور انا شرحته في المعادلات في المحاضرة السابقة وممكن نعوض عن قيمة R يكون بدلالة Y1 ونستوب في نفس الوقت اللي هو 1 على 60 وممكن نستخرج من عندها قيمة Y1 هذا الاسلوب طبعا عندنا الاسلوب ينتقل من حاد 61 إلى سلوب اللي هو خفيف جدا 1 إلى 600. نريد نتأكد إنه هذا القناة التغير بالميل هذا ممكن يسبب لنا قفزة هيدروليكية أو يسبب لنا قفزة هيدروليكية. بالتالي استخرجنا Y1 وكانت قيمتها 1.79. كذلك نريد نستخرج قيمة الـ Y2 قيمة الـ Y2 اللي موجودة بسلوب 600 سلوب 600 على اعتبار ان التصريف هو ثابت ما يتغير في القناة وبالتالي ممكن نعوض عن قيمة الواي 2 بدلالة الواي 2 ممكن نستخرج قيمة الواي 2 وبالتالي صار عندك اختلاف ان واي 1 هي 0.79 واي 2 هي 1.82 هذا انطاني انديكيتر بأن هناك اختلاف بين القيمتين. هذا الاختلاف بين القيمتين اللي هو قيمة الواي 1.79 وهذا دلالة على أن الفتحة قريبة من الأبواب قليلة جدا والواي 2 اللي هو 1.82 أكبر معناها أقل مؤشر أنها قفزة حيوية. نقدر نحسب هسه القفزة عن طريق مقارنة الأبعاد. واي سي شو يساوي حسب المعادلة عندنا؟ واي سي هذه هي واي سي هذا بدون ما تستخدم بالقنوات الهيدروليكية تساوي جي تقريبا على جي كيو اوفر جي طلعت لك 1.24 بالتالي 1.24 هي اكبر من 1.1 فهي اكبر 5 هيدروليكية. واي سي هي اصغر من واي 2 من جنبزة كيو هذه هي حساباتنا فيما يخص الحالة الثانية.
نفس الوقت إذا تريد تعرف أني يعني الكاتب هوم وورك هنا احسب الموقع المواصفات القفزة الهيدروليكية. شنو هي المواصفات؟ مهم جدا تعرف مواصفات القفزة الهيدروليكية. يعني إذا نريد نحل هذا السؤال جدا، إذا تريد تعرف القفزة الهيدروليكية شنو مواصفاته، نعرف طولها، طول القفزة الهيدروليكية كل السحب. تلاحظون هنا بالشرح مالت اللي موجود لنا معناها مجرد انه تختار، على سبيل المثال نعتبر المواصفات العربية اذا y2 هذه هي y2 تعمل y2 وعدنا y1 تعوض هنا وتضرب هذه 6 في 9 نقدر نحسب القفزة ايش قد طول القفزة الهيدروليكية. كذلك نقدر نعرف ارتفاع القفزة الهيدروليكية عن طريق y2 وناقص y1 هم نقدر نحسبه. كذلك تقدر تعرف اللي هي الانرجي ديسيبيتد اللي هي دلتا اي، اذا توفرت عندك عنوان دلتا اي هاي دلتا اي اللي واي 2 ماينس واي 1 تقدر تعرف الانرجي ديسيبيتد عندك هذا كل ما يتعلق بتفاصيل القفزة الهيدروليكية. يعني هسه بيج حالة من خلال هذا المثال عرفت أن هناك طول القفزة الهيدروليكية وارتفاع القفزة الهيدروليكية والطاقة المتبددة في القفزة الهيدروليكية في نفس الوقت كفاءة القفزة الهيدروليكية. هذه كلها المواصفات وكلها المعلومات مهمة جدا قبل ما ننتقل إلى موضوع تصميم المنشأ الهيدروليكي، المنشأ الخاص بالقفزة الهيدروليكية. الغاية من عند الرئيسية اللي هو احتواء وتبديد الطاقة بعد الأبواب للتخلص من الديس أدفانتج مال القفزة الهيدروليكية، أو للتخلص من التآكل الأرضية المنشأة الهيدروليكية. بدينا هذا التشارتر من خلال معرفة كيف تحدث القفزة الهيدروليكية من خلال حسابات الفود نمبر، أو عن طريق مقارنة الديبث بنفس الوقت. وكذلك عرفنا أنواع القفزة الهيدروليكية اللي تعتمد على فلو نمبر 1، وبنفس الوقت عرفنا ما هي مواصفات القفزة الهيدروليكية. هذا كل ما يتعلق بهذا الموضوع، وهو موضوع كلش مهم. وأعتقد اكتفينا محاضرة اليوم بهذا الفصل. شكرا جزيلا.